السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. واش دير البناتكم؟ لاباس. احنا هاد الايام احنا نحينا الزرابه، رايحين نغسلوهم، نوجدوا ربحنا العيد ان شاء الله يفوت علينا على بخير وعلى خير. الاخر سمو نزيدوا الفريجيدارات، نحيوهم، نغسلوهم، نغسلوا الحوايج نتاعنا، نوجدوا ربحنا باش نذبحوا، باش نديروا بوزلوف نتاعنا، باش نذبحوا العيد نتاعنا ان شاء الله بالصحه ولهنا. باش راح نقول لكم البنات، هذه هي الدنيا، هذه هي احنا معاها وخلاص. ها العبداويه، خلت العيد مقرن ما تساوى من القطوة النغاها. لا نديروا غير المقرود خلاص، نديروا القطو نتاع المعقن والعيد الكبير نتاع اللحم، ماهوش نتاع القطوة. ما هاد السرسدي المشاهدين طريقة صنع المقرود. هاي راح نحط لهم، راني راح ندير المقرود ونحط لكم بالتفصيل. بالتفصيل المقرود. هرني متى هاد السرسد؟ متى هاد السرسد؟ الخليع. الخليع نسرسد وديناها العصبانة، نسرسد زلوفة، نسرسد كل شيء ونسرسد خطير. البنات، انا رايح، انا اليوم خرجتني، جات بنتي خرجتني، انا راح نروح نسقي الماء من صرصار. هاي عمري بعدنا البنات، انا راح نروح نسقي الماء. متى الجو يحلى؟ الساعة ست النوح. لفت عدا تتقلي ما عشان مرة ما نسيب صرصار تالي برود تبي هذا الطريق عمر مدي تخذ مني الصابون أبو دايما تصرص البرد نشوف غدوي كرنس في اليو وهم تاتي يسس بنا من نعناع نتاخذ وديرها نسنس كيما نعناع يعبد خوها خو النعناع هاي يديروه للركايب يديروه يحطوه في الدار فيه الريحة انا سقيت الماء ها هو هاشي نروح نويمت الصحاب لهنا ربي يحفظكم ان شاء الله